شوف عبد الله، دائما في تحديدا في المونديال عمليه، خلينا نقول ممكن نسميها الحرب الاعلاميه الكرويه بين الاجهزه الفنيه وارده وموجوده وطبيعيه جدا. واللي يعجبني دائما بهرفي انه شخص واثق من نفسه قاعد يعمل بصمه واضحه تكاد تكون هي البصمه الاعظم في تاريخ سجل كل المدربين اللي تعاقبوا على المنتخب السعودي. ولما نتكلم عن مدربين تتكلم عن مرحلة من المراحل، البرازيلي الشهير كارلوس ألبرتو، تتكلم عن زاجالو، تتكلم عن اليوبن هاكر، تتكلم عن أسماء عالمية. ومع هذا اليوم هذا بالعمل والنتائج اللي حققها مع المنتخب السعودي هو رقم واحد. هذا اللي يقوله مش ماجد تويجري، التاريخ والأرقام وعدد الانتصارات. لكن عبد الله أنا أخشى على المنتخب بكرة من ثلاث أشياء. واحد، الحاجة الأولى والكباتن طبعا أتعلم واستفيد منهم، والله مستمتع إلى درجة أنه لما يكون فيه بوجود ولا أنت ما أبغاكم تسألوني مستمتع وأتعلم منهم. لكن الحاجة الأولى وهم أبخص مني أرجع وأقول الكباتن الثلاثة، لعبت المباراة الأولى الساعة 1 الظهر، حتلعب المباراة الثانية الساعة 4 العصر، حتلعب المباراة الثالثة الساعة 10 بالليل. تفاصيل الديتيلز الصغيرة لدى البرنامج اليومي للاعب يختلف من مباراة إلى ما تسوي استرجاع للمباراة الأخرى. هذه ناحية جدا مهمة. زي ما قالوا الكباتن، واقعيا اللي شاف المباراة وركز فيها المنتخب الأرجنتيني بقيمته واسمه ووجوده كمرشح في مونديال الدوحة لم يحترم المنتخب السعودي، وكان في ظنهم أنه 90 دقيقة وزد عليها وقت إضافي أيا كان والثلاث نقاط في الجيب بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، وأنه ما في قيمة وتاريخ يتوازى أو يجعلك تفرض مقارنة بين المنتخبين. هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة، تأثر اللاعبين من الناحية المعنوية للحالة اللي صارت لياسر الشهراني. شوف ترى في النهاية اللاعب بشر، أوكي، لا يمكن الحالة الانهيار اللي شفناها للحارس العويس بعد تأثر ياسر بالإصابة الصعبة جدا اللي لا زال يعاني منها، هذه تعطيك مهما كان انطباع انه يا رب بس يكون في تماسك وقدرة من الجهاز الفني والإداري انه اللاعبين يتجاوزون. يعني حتى محمد زميلنا محمد الصدعان يحكي لي وانتم في المدرج كيف كان تأثيركم، تأثير حجم الإصابة عليكم انتم. صحيح. وانتم ما انتم زملاء اللي مع اوكي لا سعوديين مواطنين تفرحون لفوز المنتخب تتمنون فوز المنتخب، لكن منظرها مرعب صراحة. لكن زملاء اللاعبين التأثير اكثر.